السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في نكمل خلاص كده. شفت انت اصلا خدت ايه؟ انا المكنه هتمشي معايا هنا، فده اللي المفروض يديني ال 26 يا جماعه، هو ده اللي يديني 26. فايه؟ طلعت بعيد عنه سنتي سنتي ونص. ماشي؟ طيب تعالى بقى نشوف الوسط، الوسط عندك كام؟ الوسط عندك 98. شفت بقى؟ فرق ما بينها وما بين منطقه البطن الكبيره. 98 يعني كام؟ هتاخدها كام؟ 24 ونص او 25 او 25، لان في حزام. تمام؟ اهو كده ورحت جاي موصل بالايه؟ بالريجه الكلام ده كده. ودي كده ايه؟ زياده الخياطه بتاعتي. تمام كده؟ تمام او كده؟ كده خلاص خلصت الايه؟ الخلفي. تمام؟ اهو. بسرعة بقى عشان هنشوف ايه انه شغالين في الايه؟ في الامان. انا بكلم ناس والله المبتدئ هيفهم من كلامي دوت. يعني برغم ان انا شفت شرحت لك كام فستان لغايه دلوقتي، المبتدئ هيفهم من كلامي. على فكره الفساتين اللي اتعرضت ديت، الفساتين دي قديمه، عشان ابقى ايه؟ ما بقاش بضحك عليهم. الفساتين دي قديمه. تمام؟ بس عدت تقسيمها وتظبيطها وما اعرفش ايه، ونشرتها لك تاني. عشان انتوا ما بتبصوش للقديم. تعالى بقى بص، مش القماش اهو. تمام؟ اما ان انا اروح قارب القماش كده او انا اقف هنا. ايه رايك؟ لا انا هقف هناك عشان يبقى ايه؟ القماش على وضعه كده بالظبط، ما عملتش فيه اي حاجه تانيه. ماشي؟ على الوضع اهو كده. بص لي بقى، اروح جايب القماش كده. ها تاني اهو القماش اهو، رحت جايبه كده. تمام؟ بص بقى اهو. اول حاجة انا واخد لصاحبة الموديل دوت بنسة صدر جانبية، واخدة من اول الخياطة هنا للبوس هنا. بص، ما هو ده الانتفاخ الصدري هنا، انتفاخ الصدر اهو كده اهو، وادي موضع رضاعة الطفل بالظبط. من هنا لهنا دي 15 سم يا جماعة. أهي. دي 15 سم أهي. شايف بوز البنسة أهو جاي هنا. وما يطلعش هنا. لا ده هو لازم يبقى قبل منطقة السطر، قبل الانتفاخ الصدري. أوعى إن البنسة دي تعدي البنسة بتاعت الجنب. طب أنت هتعملها فين؟ أقول لك، أروح جاي عامل كده. وأحدد سقوط البنسة، سقوطها قد إيه بقى؟ من فوق 30 سم. خلي بالك انا سايب سنت ونص فوق اهو بتاع الخياطه، يبقى واخده كام؟ 30 ونص. ادي يبقى كده ايه؟ البنسه سقوطها اهو باينه قدامي كلها. البنسه سقوطها هنا، البنسه ايه؟ سقوطها هنا. تمام قوي كده، عرفت ايه السقوط بتاعي اهو. طب من الجنب هنا، من الجنب هنا انا كده هيبقى كده. بص اهو، من الجنب هنا تبقى واخده 15 سم، فين هي؟ اهي. تمام؟ يبقى خدها لي كده اهي، ما تاخدهاش مستقيمه، انا عايزك تبص لحاجه. بص المثلث هنا عند القماش اهو. بص لي القماش هنا، العيب اللي موجود في الفستان هناك، العبعبه اللي موجوده هنا. العبعبه اللي موجوده هنا اهو كده. تمام؟ العبعبه اللي موجوده عند الرقبه هنا. بص هنا بقى، العبعبة دي ايه؟ هتروح في تصريفة البنسة دي. شايف القماش اهو؟ طول ما هو القماش هنا لازق في المثلث ده، العبعبة دي موجودة. بص معايا اهو. ها، ايه اللي بيحصل؟ القماش بدأ ايه؟ يتحرك معايا. ماشي؟ ولا سحر ولا شعوذة. تمام؟ كده اهو. شايفة دي؟ تمام؟ هي دي بقى اللي هي ما تخليليش فيه عبعبه في حوض الرقبه خالص. كانها بص مثلث، كان بص انا هروح مخيط لك ايه؟ البنسه اهي. كان كده ايه؟ خيطتها بالظبط. يعني ما عملتهالكش بالدبابيس اهي؟ لا، سايبها لك ايه؟ متخيطه اهي.
اهي شايف بقى اهو، ادي ده ايه العبعبه اللي هي كانت موجوده هناك كده راحت خلاص. تعالى بقى نروح حاطين ده كده اهو، نشيل ده بقى كده دوت على وضعه. اوعى دي تخش معاك كده يبقى انت ما عملتش حاجه، لا دي على وضعها. ادي الفرق اهو، فين الفرق اهو، لكن دي على وضعها اهي، اهي ملحومه اهي من هنا ومن فوق ايه مفرقه، تمام اهو كده. طب وايه تاني؟ قال لك البنسه بتاعت هنا بقى اهي، البنسه بتاعت هنا بقى ماشي. علبه الدبابيس عندك؟ في علبه دبابيس حمراء ماشي. تمام؟ اوعى تاني ان البنسه دي تعدي دي، لا ما تعديهاش. بص بقى هنا اللي بتعدي صدري هنا كده بالظبط. تمام كده، تعالى بقى خلاص كده نروح مظبطين الكلام ده كده على بعض. اهو. تمام؟ ادي ايه؟ البنسه اهي. دي فوق دي كده. كده ايه؟ كده خلاص. ها؟ ايه اللي انا مراعيه هنا هوت ايه؟ الفرق اللي انا قلت لك عليه. الفرق اللي انا قلت لك عليه اهو. اهو. هتعمل ايه؟ خلي بالك بقى، انا قلت لك ايه؟ وخلي بالك انا دي بقت كام معاك؟ بقت سته، لا انا هخليها سبعه. طب انت كده دخلت لجوه، ما انا دخلت لجوه، السبعه دي هتروح مقابلها مقابلها ايه؟ زياده هنا في الخلف. طب انت كده احنا خدنا بقى الخلف كام؟ بقى تسعة. طب هنعوض بقى الزيادة بتاعته دي بإيه؟ هقول لك هنعوضها فين؟ قبل ما انسى عشان ما تقوليش انت قلتها هتعوض بإيه وما عوضتش. هعوض، انت شايف دلوقتي إيه؟ بص أدي كده أهو. نجيب الماركة التانية ألوانها تبان. بص بقى مش احنا واخدين الخط ده مستقيم اعمل التجويف الظهري، ايه التجويف الظهري عشان بس الناس تبقى واخده بالها؟ مش انا دلوقتي معايا المانيكان شايف الحته اللي في النص دي؟ ها بص المسطره اهي اهي، ادي التجويف ما يسمى بالتجويف بتاع الظهر اهو، هو ده اللي انا بعمله دلوقتي عشان ما ابقاش ايه بخترع حاجه. ادي التجويف موجود عند اي حد تخين رفيع، التجويف بتاع الظهر ده موجود معايا تمام؟ ادي اللي انا هعمله دلوقتي، من هنا على ما في زي ما هو اهو، ومن هنا اروح داخل بكده سنتي ونص اهو، واروح طالع من فوق ايه بقى؟ مش انا زودت هنا سنتي، خش لي بالسنتي ده فوق. انت قللت لي الكتف، لا ما قللتش حاجه، لان التجويف الظهري ده موجود اهو. تمام؟ هو ده اللي انا اقصده. هنا بقى بقت كام؟ احنا قلنا ديت بقت سبعه، واروح نازل بيها قد ايه؟ نازل بيها ها 8، هات المنظور، هنزل بيها 8 سم اهي. نازل بيها قد ايه؟ 8 سم اهي. تمام؟ وادي كده اهي. ايديا راكزه اهي، ورحت واخد ايه النص دايره ده كده. هو مش هيبقى نص دايره قوي لان دي سبعه ودي ثمانيه. امتى يبقى نص دايره؟ ربع دايره بالظبط لما تبقى دي سبعه ودي سبعه. لكن كده انبعد معايا شويه فيديني ايه جزء من القطع الايه؟ الناقص. كده اهي. بص لي دي عشان ايه؟ ما نتوبش من بعضها. دي كده الرقبه. تمام؟ رجع الكلام ده زي ما هو. خلاص كده ظبطت منها، ظبطت كل حاجه، خلاص كده قدامي اتظبط معايا. هنعمل ايه؟ هروح قاعد على المكنه دلوقتي، انا هعلم البنس دلوقتي قدامك، واقعد على المكنه اعملها عشان ايه؟ لان الجزء بتاع الحرمله اللي هو الدرابي ده لازم يتعمل بعد ما اعمل البنس دي. ادي العك اللي معمول في الموديل يا جماعه. ماشي، الموديل معجون ليه؟ لان اصلا مش معمول على اصول، هو ده اللي احنا بنعمله ده كده. تمام اهو.
ماشي، نحدد بقى البنات بتاعتنا اهي، نشيل الخيط اللي احنا عاملينه اهو ونحدد البنات بتاعتنا. كنا بص بقى نازلين من فوق كام؟ نازلين من فوق 30، 31 ونص اهو. فين خياطة الجنب بتاعتك؟ اهي نحددها. طيب نحدد. طب الزيادة دي ايه؟ البنسة اللي هي اللي انا فردتها دلوقتي، صح ولا انا غلطان؟ الزيادة ده اهي، ما انا اصلا حدث البطة اهي بتاع الوران، مفيش فيه بنسة جنب، بنسة جنب افقية، ففيها الزيادة دي. ايه هي الزيادة دي؟ البنسة اللي انا فردتها. طب انت واخد هنا قد ايه؟ 15 اهو، ادي ال 15 بتاعتي اهي، نحددها اهي. طب ليه نازلها بميل كده؟ لان لما بتاخدها مستقيمه ما بتلمش معاك، ها؟ بتديك هنا زياده في منطقه الباط، دي حاجه عمليه ممكن تكون بالمنطق مش داخله قوي. شوف انا باجي معاك ازاي، بس حاجه عمليه كده اهو، واروح واخد السنتي ونص البنسه بتاعتي اهي كده. شوف انا علمتها ازاي اهو كده، ورحت قالب كده القماش اهو، حددت كده البنسه وحددت كده خلاص. دي بنسه الجنب الافقيه، ودي بنسه الصدر الراسيه اهي، داخله من هنا قد ايه؟ كبير المنطقة دي هي بتتراوح من كام لكام؟ من 14 لكام؟ من 14 ل 20 حسب تخن صاحبة الموديل. بنوتة صغيرة لسه ما اتجوزتش، ده ما رضعتش، انها هتبقى في حدود 14 15. وعلى فكرة ممكن تكون بنت وايه وتجيب معاها ال 20، لأن أصلا هي ايه تخينة. لكن أنا بكلمك ده المنطق، ودوت اللي بيقول لي كده أهو كده. دي المسافة هنا قد ايه؟ المسافة دي اهي، بص يا سيدي اهي، هتبقى ايه دي البنسة اهي، لان دي برضو واحدة ست مليانة، يعني دي صاحبتها مليانة، واحنا قلنا الكلام ده. ادي البنت، اوعى تعلى عن دي اهي، تكون اقل اهي كده. شايف دي فين ودي فين؟ وبعد كده السنت ونص بتاع كده البنس بتاعتي اتحددت، بتاع ايه؟ الامامي. هقعد على المكنه واقفلهم عشان نعمل الحرمله بتاعتنا دي. كده البنس خلاص الاماميه اهي، هنا اهي احدد الارتفاعات بتاعتي اهي، زي دي زي دي. وادي البنسه بتاعه الخلف. حد يجي يقول لي بقى اتحددت منين؟ ما هي قدامك، وارتفاعها كبرها هيكون في حدود 15 في الظهر، لكن توصل ل 18، توصل ل 18 مع الطويل. اهي حدد كده عشان ما فيش بنسه تعلى عن الثانيه كده. خلاص الايه؟ الصدر انتهى. ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي مطلوب من حضراتكم، الدلع على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتنا. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في الجروب اللي كان حد طلب اللينك بس انا نسيت احطه له، ان شاء الله احطه ايه مع الشرح ده. ونبدا ايه في الجزء بتاع ايه الحرمله بعد ما اقفل البنز ديت على المكنه. يلا بينا.